لقد انتهت الوجبات الاولى. قولوا لرئيس العمال ان ينظر في ساعته. لن يسمع منك رئيس العمال، خلي بنتيني الجميله تطلبها منه. عينه منها وهي ده الايه. بجد من امتى؟ من زمان، بس انت اللي مش واخد بالك. اه ريتني خدت بالي. لماذا اسمع همزه مرات عن اثناء العمل؟ رئيس العمال، هل تتقاضون اجوركم من اجل الرغي والنميمه؟ الى العمل، هيا ان في حد يبني لكم مصنع تاكلوا منه عيش. ربنا يخلينا لأفضل صاحب المصنع، ده راجل طيب قوي. صحيح هو راجل طيب، لكن لحد دلوقتي مش عارفين هو جه منين ولا اصل ولا فصل. عزيزتي بلديوس، اذكرك بالتزام القديم نحو مواعيد البيت. نرجو ارسال مبلغ اخر من المال. أذكرك بالتزامك القديم نحو مواعدتي به. ردي إليه ما أخذتي، هذه شؤوني ولا أحب أن تقال على الملأ. نرجو إرسال مبلغ آخر من المال، فطفلتك مريضة وتحتاج إلى طبيب بأسرع وقت. بالضبط. أعطيني الخطاب. كلم. أنا لست مثل كل واحدة من كل لديها بيت وزوج وتعيش في أسرة الأيام كانت. كل واحدة من كل لديها ما تحب أن تخفيها عن الآخرين. أعطيني الخطاب أيتها اللعينة. لعينة! بنتين انها تخفي طفله. تخفي طفله؟ بنتين ام وعندها طفله. ام وعندها طفله؟ من عشيقها. من عشيقها؟ يريد منها ان ترسل له مكوك. خمن انت بقى. اخمن انا؟ ومن اين تاتي بالاموال الزائده التي ترسلها من اجل طفلاتها المدلله؟ انا لسه بنتين. خمن انت بقى. اخمن انا؟ أكيد من المشي البطال. حلو، فانتين الطهرة تخفي كل هذه الأسرار. مش كنت تقولي لي ورقة وأنا ظبطك؟ اسمعي، إن السيد صاحب هذا المصنع وعمدة هذه البلد لن يرضى بمثل هذه الأمور في مصنعه. وبكل صلاح، هل عندك طفلة؟ لا. ايش؟ ايه؟ كيف هذا يا انس؟ هذه الطفلة ابنتي، تركنا ابوها بعد ما اختفى، لثقلت عليه اعباء الحياة ولا فرصة عمل. الان اتركها تعيش مع صاحبة نزل وزوجي، وادفع لهما كل ما اكسب للعائلة. هل هذه جريمة؟ كلهم بيقولوا كده في الاول. الأشكال دي يا أخويا ما يجيش من وراها إلا المتاعب. نحن نمدح ونعمل بشرف وهي تكسب فلوس من جبال البلد. النهارده في طفلة، أكيد بكرة هيبقى في قصة جديدة وغيرها وغيرها وغيرها. ده احنا لينا حظنا هناك. لا بد أن تطرد من المصنع. لا اطردوها!
يلا كل واحد على شغله. مقصود كل واحد على شغله. على الطريق يا مدني يا ولد يا عين. صبركم علي صبركم علي سأقسم لكل واحد منكم نصف يوم. لا تقسم من أجل أحد. من هذه السيدة؟ ولماذا لا تعمل؟ لا يا سيادة العمدة، هذه ليست من ضمن العاملات في المصنع. آه. هل لديك ما تحبين أن تقولي؟ نعم سيدي، لدي بعض. إني أرحب بالخروج من مكان يضم الوحوش والأتار. لحظة في الجحيم الظلم تداويها سعادة في الدنيا كلها. سيدي العمدة، مصنعك السجن وأنت مدير السجن، كل لديك عبيد الخير. قد جاء وقت الإفراج عنه. انتظري من فضلك. أنا مخلمي كأن السنين لم تمر.